السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما شفتوا غنصوب معكم معلكه او غريبه بالكوك وسميده واللوز وشوكولاته فيرميسيل اللي كتجي هماويه بصراحه، كتجي بنينه ومعلكه من الداخل. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر وشكرا. ندوزو المكونات. بالنسبه للمكونات المعلكه ديالنا او غريبه ديالنا هما هادو. انا غادي نخدم بنصف الكميه وغنخلي لكم المكونات كاملين في صندوق الوصف. بسم الله. عندي هنا ثلاثه البيضات، كاس السكر مع مرش. انا هنا نقصت الحلاوه حيت فيها الشوكولاط فيرميسيل وفيها السكر كلاصي فاش غنفندوها. كاس الزيت، نص كاس الشوكولاط فيرميسيل، ربع كاس ديال الكونفيتير اي معلقه عامره، 150 غرام ديال اللوز مطحون بقشرته، نص كاس سميده رقيقه، قبيصه ديال الملح، خماره حمراء، 250 غرام ديال الكوك مطحون، وسكر كلاصي سبيسيال باش غنفندو. الكاس باش عبرت غادي نعبر به حتى هو الزيت والشوكولاط والسميده. ونتمنى تاخذوا الكوك المزيان اللي كيكون ميدم. انا هذا لقيته ناشف ما عطانيش مزيان، وضروري يكون مطحون. كطحنوه فاش كتجيبوه. ندوزو الطريقه. خديت البوز، درت فيه ثلاثه البيضات، غندير قبصه د الملح، غنزيد فيه السكر، غنخلطو مزيان تيولي الخليط بيض. ممكن تستعملو هنا الباتور ولا تخلطوهم في مولينيكس تيولي الخليط بيض. عاد نزيد الكاس الزيت. من بعد ما طربتو مزيان تذبت ليا سنيده، من الاحسن تاخذوا سنيده رقيقه تكيولي الخليط هكا. غنزيد الزيت حتى هي، غنخلطو مزيان تنسجمو. بعد ما ولاني الخليط على هذا الشكل تخلطوا جميع المقادير او المكونات. غادي نزيد ربع كاس الكونفيتير ومعلقه عامره مزيان كبيره، غنزيد اللوز 150 غرام، غنزيد السميده وغنخلطها. تيتحل ليا اللوز مزيان. عاد بدا نزيد الكوك شويه بشويه. الكوك دائما تيبقى على حساب البيض الا كان كبير او صغير، تقدر تدخل الكميه كلها تقدر ما تدخلش. هنا ممكن تنكهو بالقشره ديال الحامض، ممكن ديروا روح اللوز، ممكن ديروا روح الحامض الا موجود عندكم، ممكن ديروا الفاني. انا بغيت نخليها كما هي تبقى في المذاق ديالها كيجي زوين. هنا غنحيد الطراب باش نخدم بيدي. غادي نزيد الكوك شويه بشويه، ما نزيدوش في دقه واحده. زيت خمارة حمراء 8 غرام، حيت باقي غادي نخليها تشرب. خليتها هكا باقا طريه، باقا غتبقى واحد 10 دقائق غادي تشرب. بما ان الكوك عندي شويه ناشف ماشي داك الميدم،
غنزيد نص كاس شوكولاط فيرميسيل وغندخلو فيه، ندخلها في غريبه هكا. في هذا الوقت فاش غنسالي الجميع ديال الغريبه غادي نشعل الفران، غندخل هاد الشكلاط المكونات كاملين. من بعد ما نسالي غنسخن الفران، ضروري الفران يكون سخون، انا ما درت حنا غريبه غير واحد 5 دقائق حتى 10. ممكن عرفوا ان الكوكو السميده راه كيشربوا. صافي هي هادي، غنخليها ترتاح واحد 5 دقائق على ما يسخن ليها الفران. نتلاقاو هنا. غناخد واحد شويه ديال الخليط، ثم الحجم كتحكموا فيه. غادي نكورو هكا وغنحطوه في السكر كلاصي سبيسيال ماشي العادي، حيت العادي كيتحرق لنا في الفران وكيدوب. غنحاول ناخد نفس العبر، نبدا ناخد بصباعي بربعة باش نتحكم، معروف القياس اللي كناخد. اللي بغى يستعمل هنا الميزان ممكن باش يجيو حتى قدة وحدة. انا غنكورهم هكا وغنفندهم في السكر على هذا الشكل مزيان، نربدوهم هكا. غناخدها هنا نحط عليها شويه السكر وغنبرك عليها واحد شويه باش نديروها في الفران تجينا مشققه كامله، كيعاون هذا الشيء في التشقاق. اختاروا دائما نوعيه الكوك هو اللي كيقدم مزيان الحلوه. نكور بزاف واحد 6 ولا 7، وفي نفس الوقت نحطهم باش مبقاش ندير وحده مور وحده هكا. انا غنستمر على نفس الطريقه ونساليهم، والفران ضروري يكون سخون وغنخشيهم من التحت ونقصو العافيه تيبانو لنا كيتشقوا ونردوهم من الفوق. من بعد ما كورتهم فنتهم كما شفتوا 3 كوار. هنا واخا تبانكم العجينه ناشفه ولا قاسحه ما تخافوش، راه كيطرى لا والو. كما قلت لكم ضروري تديروا هكا بصبعكم باش تهبط على هذا الشكل، حيت هذه الطريقه كتعاونها باش تشقق لنا. وضروري الفران يكون مسخن قبل، تخشيو من التحت يبان لكم تشقوا عاد ردوه من الفوق والعافيه تكون مهيله باش ما يتحرق لنا السكر كلاصي بزاف. تلاقوا بعد ما يطيبوا. هذه غريبه من بعد ما جبتها من الفران بعد ما طابت، هي هذه كما قلت لكم ضروري نخشيوها من التحت تبان لنا كتشقق، نردوها للفوق حتى تقبض راسها ونعاود نردوها للتحت تكمل طيابها. ها نتوما كما شفتوا كتجي على هذا الشكل، ندوزو الطبق النهائي. هذه المعلكه ديالنا من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل كلها مشقه. انا درت كما شفتوا ما كبرتهاش بزاف، نتوما ممكن تكبروها. هاد نص المقادير عطاتني 40 حبه كما شفتوا، وكتجي معلكه من الداخل وبنينه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وشكرا. ها نتوما في كتجي الحلمه هاد الصغيره كتجي كاملها معلكه من الداخل، وداك المذاق ما بين اللوز والكوك كتجي فتيه وشكرا.